صندوق اسود، صندوق ما اسودش معلومات وبيانات. مش المهم هو الصندوق الاسود هيقول ايه في هذه اللحظه، لان واضح انه في حكم مسبق والنتائج النهائيه لن يتم التعويل عليها، لانه العالم كله اخذ اجراءات استباقيه ما استناش النتيجه. واحنا عشان نحل مشكلتنا انتظارا للنتيجه يبقى احنا بنأخر الحل كتير قوي. خلينا نفكر اكتر مع ناس بتحب البلد دي وعندها استناره وعندها انفتاح على العالم وعندها تواصل، تواصل فكري وتواصل سياسي وتواصل اقتصادي كمان. هنبتدي بشخصيه لها الكثير من الاحترام، تقلدت مناصب كثيره جدا، بس الاهم من المناصب اللي هي تقلدتها اهميتها ونقائها وعدم اختلاف شخص على وطنيتها. اقدم الوزير السابق السيد منير فخري عبد النور، وزير السياحه السابق ووزير الصناعه والصناعه. ده أول حوار لحضرتك بعد تشكيل الوزارة، حضرتك كنت مدي لنفسك مهلة، مهلة للارتياح ومهلة لالتقاط الأنفاس بعد خروجك من الوزارة، وما كانش عندك في اهتماماتك الظهور في الإعلام الحقيقة لولا حادثة الطيارة. تمام. يعني لو كان السيد منير فخري عبد النور طلب في أي لقاء يعني لموضوع آخر، أعتقد أنه هو ما كانش هيبدي ترحيب. تمام. الحقيقة أنا كنت مدي لنفسي على الأقل 90 يوم من السكوت التام لالتقاط الأنفاس لما ساعتك تفضلتي. إنما الحقيقة الحدث جلل، والأخطاء التي ارتكبت من هنا ومن هناك الحقيقة كثيرة، وأعتقد أنه من الواجب أن ننبه من ناحية وأن نبدي الرأي من ناحية أخرى، يعني لعلنا نساهم في إيجاد الحلول السريعة لأنه الوقت مهم. طيب في تقديرك إيه حجم المشكلة؟ لا، المشكلة كبيرة، وخلينا ننظر إليها بواقعية وبصراحة. المشكلة كبيرة لأننا قد نفقد ثقة الدول المصدرة للسياح في قدرتنا على الحفاظ على أمن وسلامة السياح، ودي أعتقد الشرط الأساسي لجذب السائح. فيجب أن نتواصل ويجب أن نستفيد من الأخطاء التي ارتكبناها والتي ارتكبت عامة. يعني مش عاوز أكتفي بأن أقول أنه في مؤامرة بتحاك ضد مصر ونحن مستهدفين والاقتصاد المصري مستهدف، كويس قد تكون هذه هي حقيقة، إنما وقد تكون هناك أخطاء قاتلة ارتكبت في حق مصر من الجانب البريطاني. ولازم أذكرها لأنه مهم جدا، إنه أرصد إنه توقيت رئاسة الوزارة البريطانية 10 داونينج ستريت في الإعلان عن منع السواح البريطانيين من الذهاب إلى شرم الشيخ، الحقيقة كان توقيت أقل ما يمكن أن يوصف به أنه توقيت سخيف، يعني كان في شيء كبير من الجلياطة و يعني مش عاوز هذا التوقيت جاء عدة ساعات قبل وصول السيد رئيس الجمهورية إلى لندن، يعني كان المفروض ينتظروا لو كان فعلا هناك حاجة إلى هذا الإعلان ينتظروا، أو على الأقل ينبهوا أو يخطروا لو كان في حسن نية. مزبوط. كان من الممكن التنبيه أنه في بحث لقرار مشابه يعني. صح. الخطأ الثاني اللي هم ارتكبوه أعتقد أنه أيضا خطأ بالغ، في قرار إجلاء السياح البريطانيين الموجودين في شرم الشيخ. يعني لا أجد أي مبرر لهذا القرار، اللهم إلا لو كان عندهم معلومات عن حادث إرهابي بيدبر في شرم الشيخ فعاوزين يجنبوا السواح البريطانيين الموجودين في شرم الشيخ هناك. إنما لماذا هذا الإجلاء؟ وعلى فكرة أنا اتصلت بالسفير البريطاني جون كاسن عشان كنت عاوز أتحرى، وسألته أنتوا بتجلوا البريطانيين وما هو السبب؟ فأحرج من السؤال وقال لي لا احنا ما بنجليش، ما فيش إجلاء.
السفير البريطاني أنكر وقال إن ما فيش إعادة. تمام. قلت له على كل حال الإعلام الإنجليزي بيتكلم عن عدد كبير من السواح البريطانيين اللي مزنوقين في شرم الشيخ واستخدموا كلمة ستراندد، معناه إنهم ما دام مزنوقين يبقى يعني مش قادرين يرجعوا أو لازم يرجعوا متأقلين على العودة وخلافه. برضو قرار سخيف لا مبرر. هو بص مش بس الإعلام البريطاني، أنا بحاول بقدر الإمكان أن أتابع الإعلام الغربي بأطيافه. لا هو الكلام كان واضح دايما عن المئات من السياح البريطانيين الذين وعدوا بالإجلاء أو بالسفر فورا وبيتشكوا من أنه طياراتهم اتأخرت. مظبوط. فهذا القرار أعتقد أنه قرار سخيف ولا مبرر له وانفعالي، اللهم إلا فيما لو في عندهم معلومة مش موجودة عندنا، وبين ما يصحش لو كان عندهم معلومة ما يشاركوناش فيها. إنما عاوز أقول إن إحنا أيضا ارتكبنا خطأ، وأعتقد إنه غياب الخطاب الرسمي المصري عند وقوع الحادث أعتقد إنه خطأ. إحنا يجب أن نتواصل مع الرأي العام العالمي، مع الصحافة العالمية، نقول نقدر أن الحدث جلل، نعد بإجراء التحقيق اللازم بغض النظر عن اللجنة الفنية، التحقيق اللازم بكل شفافية، بالوعد بإعلان نتائج هذا التحقيق وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا الحدث. أنت قصدك حالة الصمت لمدة يومين تقريبا؟ لا، لمدة أسبوع فعلا. أنه السيد رئيس الوزراء راح في على الموقع وبتاع، ده شيء عظيم. إنما أنا أعتقد، وهقول لك خلينا نرجع لورا مع آخر حادث طيران، اللي هو حادث طيران الطيارة الماليزية اللي اختفت. هذكرك إنه السلطات الماليزية الرسمية كانت يوميا تتواصل مع وسائل الإعلام العالمية، يوميا كانت بتواجه الصحفيين بأسئلتهم أحيانا المتعبة، إنما لازم الواحد يتواصل. ففكرة التواصل دي مهمة جدا، والوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مهمة جدا. يجب أن نعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الإجراءات الأمنية، ليس فقط في المطارات إنما أيضا في كل المقاصد السياحية، بوضع شروط فنية يجب أن نلتزم بها شركات الطيران لأنواع الطيران اللي بتخدم المطارات المصرية. يعني إحنا مسؤولين في النهاية، إحنا مسؤولين بشكل أو بآخر على سلامة الزوار القادمين إلى مصر، سواء كانوا سياح رجال أعمال أو خليني أقول إنه طمأنتهم مسؤوليتنا. مزبوط. مش مسؤولية دولهم يعني. بالزبط. يعني في النهاية بالزبط. إن أردنا أن نجذب السياح، إن أردنا أن نزيد من أعداد السائحين، لازم نطمنهم على أننا قادرين على حفظ سلامتهم وأمنهم. طيب التحرك اللي حضرتك شايفه أسبق، هو تحرك سياحي ولا سياسي؟ كل حاجة. ولا أمني؟ كل حاجة. كل حاجة. أنا أعتقد أنه وبقول ولازم نتحرك بسرعة، وأعتقد أنه هدف هذا التحرك هو أولاً استعادة ثقة الدول في قدرتنا على حفظ أمن الذائرين. إيه الدول اللي بتراهن عليها أو شايف أن هي أقرب؟ قبل ما راهن على الدول، أنا بقول يعني لو كان ليا أنه أقترح، أول حاجة هقترحها أن حدعو وفود أمنية من أكبر ثلاث دول مصدرة للسياح إلى مصر، وبالتحديد روسيا وإنجلترا وألمانيا، إنه ييجوا يراجعوا الإجراءات الأمنية التي نتخذها لحفظ أمن السياح سواء كان في المطارات أو في المقاصد السياحية المختلفة. وعاوز أقول إنه هذا طب وده لا يتعارض مع فكرة السيادة؟ يعني أنا لما أقول لهم تعالوا فتشوا عندي ما فيش فتشوا، هذا من منطلق الشراكة، نحن شركاء في تحقيق مصلحة مشتركة.
المصلحة المشتركة. أنا مصلحتي أنه أزود عدد السواح اللي هيجوا مصر، وهم مصلحتهم أنه يطمئنوا على أمن وسلامة هؤلاء السياح. على فكرة لما بنستورد قمح من روسيا إحنا بنبعت وفد للتفتيش على الأقماح التي نستوردها للتأكد من سلامتها ومن مطابقتها للمواصفات. إيه ده فعلا؟ هذا الواقع. مثلا قمح، ذرة، لحوم من أي بلد بالعالم. ليه روسيا ولما بنستورد من فرنسا وخلافه؟ لا يعني يعني هذه اللجان لا يؤخذ عليها وكانها تشكيك في الدوله دي او في اجراءات الدوله دي اطلاقا. انا عاوز اتاكد من سلامه البضاعه اللي انا بشتريها، حتى لو اعتبرتها تضحيه فاضحي اضحي، لانه يجب ان اطمئن الدول المصدره للسياح على قدرتي على الحفاظ على امن واستقرار وسلامه السياح اللي بيجوا. طيب ايه الدول الاقرب ان احنا نتعامل معاها للخروج من الازمه فورا؟ انا اعتقد انه في منطقتين يجب ان نركز عليهم. المنطقه الاولى ما فيش شك هي روسيا ودول اوروبا الشرقيه. روسيا واوروبا الشرقيه لسبب معين، لاسباب عديده في الواقع. روسيا صدرت لنا اكثر من 3 مليون او استقبلنا اكثر من 3 مليون سائح روسي السنة اللي فاتت، بيمثلوا أكثر من يعني بيمثلوا تقريبا تلت المستهدف السنة دي. احنا بنستهدف 9 مليون سائح السنة دي، 3 مليون تلت 9 مليون. رقم كبير ورقم مهم ويجب أن نبقي عليه ونحافظ عليه، وهو رقم طبيعي لأنه هذه بلاد باردة، الجليد بيغطيها في الشتاء طول السنة تقريبا طول السنة، والشعوب بتبحث عن شيء من الدفء، عن مياه دافئة، عن واحنا على بعد 4 ساعات من يعني شرم الشيخ، على بعد 4 ساعات من موسكو، قريبين جدا منه جدا، والاوتوبوس الخط دغري كده على طول سهل. فانا اعتقد انه العلاقة السياحية علاقة طبيعية ويجب أن نبقي عليها ويجب أن نحافظ عليها. وأنا بيحضرني أنه لما توليت وزارة السياحة سنة 2011 في فبراير 2011 كان في عز الكساد السياحي. لا مش كساد، كان روسيا اتخذت قرار بمنع السياحة الروسية إلى مصر. فأول حاجة عملتها وكان في شهر مارس 2011 سافرت روسيا ورحت لفيت على مراكز اتخاذ القرار بما فيها الدوما اللي هو البرلمان الروسي، بما فيها الوزارات المختلفة، بما فيها وزارة الخارجية الروسية، وبما فيها وسائل الإعلام الروسية. والهدف كان محاولة إقناع المسؤولين إنه السياح الروس هيكونوا في أمن وهيعودوا بسلام إلى بلاده. يعني في 2011 حيث العالم كله كان متخوف من الوضع الامني في مصر، قمت من هما دي رحت روسيا وفين كمان سيد منير فخري؟ لا لفيت بعد كده بقى في كل الدول، انما كان المقصد الاولاني كان روسيا لانه بسبب اهميه روسيا، بسبب اهميه روسيا كدوله مصدره. طب احنا عندنا موقف غامض دلوقتي. احنا اولا بالرغم من النتائج النهائيه يعني لم تظهر بعد من صناديق، في نتائج مبدئيه انما مش نهائيه، الا انه هل تعتقد ان احنا لازم نتعامل مع الموضوع على ان هي زي ما بيصدروا ان هي قنبله واحنا يعني ناخد رد الفعل الدفاعي وخلاص، ولا نتعامل انه لا في اوبشنز، في احتمالات اخرى، يعني مش بالضروره تبقى قنبله؟ ايا كانت الاحتمالات لازم اتعامل مع اسوأ ايا كانت الاحتمالات. ان كنا بنتحدث عن خلل فني في الطياره يجب ان اراجع الشروط الفنيه التي يجب ان نخضع اليها شركات الطيران التي تخدم الموانئ المصريه عشان اضمن انه يعني ما اسمعش مثلا
على سبيل المثال هذا موضوع فني بقى انما ما اسمحش لطائرة عمرها 25 سنة او 20 سنة انها تطير في الاجواء بتاعتها او تنقل السياح الى مصر. هو الطيارة يعني دي كان فيها مشكلة في وقت سابق، الطيارة الروسية الطيارة عملت حوادث قبل كده ما اسمح لهاش انها تخدم المطارات المصرية. في شروط فنية يجب ان تراجع. انا فهمت حضرتك دلوقتي، يمكن دلوقتي استوضحت اكتر حاجة. قصدك ايه؟ حضرتك قصدك ان انا مصر تتعامل بجدية وبانتباه كبير جدا مع كل الاحتمالات. تمام. يعني ما نبقاش في كورنر ان احنا بندافع عن نفسنا ان هي قنبلة زي ما هم بيصدروا لنا. انا اتعامل مع كل الاحتمالات بقدر كبير من الانتباه والمراجعة. بالزبط. انا هتعامل مع هراجع الاجراءات الفنية، الاجراءات الادارية، الاجراءات الامنيه. يعني اتعامل عشان حتى ما احصرش نفسي ان انا دي قنبله وانا بدافع عن نفسي. وبعدين في المطارات وفي غير، لما بتكلم عن الامن بتكلم عن المطارات وغير المطارات، بتكلم في على الشواطئ وفي الصحراء. يعني انا بتعامل مع كل الاحتمالات. انا عاوز احافظ على امن السائح وعاوز اقنع الدول انني قادر على حفظ. طب هو موقف روسيا، يعني موقف انجلترا، حضرتك قلت ان هو كان فيه قدر من الصلف، او قلت ايه، جليطه سياسيه. انا قلت جليطه وهذا حقيقي. انما موقف روسيا اللي المفروض دلوقتي كنا متعاملين على انها الحليف، والمفروض ان هي بنتعامل معاها على ان هي في مصالح مشتركه كبيره جدا اكتر من اي دول ثانيه. الحكومه الروسيه مسؤوله امام الشعب الروسي. اولا الحكومة الروسية مسؤوليتها أن تحافظ على أمن أبنائها ومواطنيها. فقرار الذي اتخذ ما هوش قرار ضد مصر، القرار اتخذ لصالح أبناء روسيا للحفاظ على أمنهم. ولو رحنا للحكومة الروسية من منطلق الصداقة، لأنه فعلا وهقول لك تجربتي معهم في وزارة الصناعة والتجارة، يعني شعرت إلى أي حد بيقدروا مصر، إلى أي حد بيراهنوا على مصر، إلى أي حد مستعدين يساندوا مصر. فأنا مش عاوز أسيء الظن في القرار الروسي، وأنا مستعد أراهن أنه أي حوار موضوعي ومقنع مع الحكومة الروسية سيثمر عن مراجعة للقرار الذي اتخذ. لازم أتحاور معهم، لازم أقعد معهم. للأسف إحنا مشكلتنا الكبرى هي مشكلة سميها كوميونيكيشن، مشكلة تواصل مع الإعلام العالمي، مع الرأي العام العالمي ومع طب بالنسبة للرأي العام العالمي يا دكتور، احنا طبعا احنا خسرانين المعركة الإعلامية الخارجية بامتياز. يعني خسرانينها، وكانت اول امارات الخسارة بدت بعد 30 يونيو. واضح جدا ان احنا بس 30 يونيو، من بعد 30 يونيو كان الرهان الأكبر كان على صلابة البلد من الداخل، كان على توحد الناس، كان على اختيار الناس، كان ده الرهان الأقوى. المشكلة في الحادثة اللي احنا فيها دي انه كل الرهان على أطراف من بره. السياحة دي عبارة عن ناس من بره جايالك. فأنا أزمتي هنا إعلاميا أكبر يمكن من أزمات سابقة. أنا معك. للأسف ما عرفناش ومش عارفين نكلم الخارج، وبنغلط اخطاء. يعني هديكي مثل في جريده النهارده او امبارح، الصفحه الاولى لهذه الجريده عباره عن جزمه بتدوس على كبريات الصحف العالميه بما معناه انه ولا فارق معانا. لا، لازم تفرق معانا، ولازم اعرف اكسب هذه الصحف. العمليه مش سهله، إنما محتاجة تواصل، محتاجة حوار، وعندنا قدرة على هذا التواصل. يعني في شباب رائع في الخارجية، شباب قادر على إنه يتواصل مع الدول المختلفة بلغتهم وبثقافتهم. فالحقيقة ما بنستغلش هذه القدرات. طيب هستأذنك نشوف لمحة كده من التغطية الغربية لحادثة الطيارة. In
in Egypt along with over 80 emergencies ministry personnel of Russia. The incredibly dangerous area. Something happened up there, something catastrophic, something pretty major. And Aaron, that's not just worrying for officials here in Egypt, but around the world. حادث الطائرة الروسية كان الخبر الأهم والأبرز بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية في الأيام الماضية، وأصبح له ملف خاص في النشرات الإخبارية والاستديوهات التحليلية. Media sources with the British suggesting now that they believe a bomb may have been planted in the baggage compartment. I think there is a possibility that there was a bomb. We're waiting for that piece of evidence, whether it's from the investigators, independent investigators, or the government investigators, to absolutely prove that Islamic State had nothing to do with it. كان سباقاً لنشر المعلومات والتصريحات والبيانات تدخلت فيه العديد من الدول ووسائل الإعلام، لكن الشيء المؤسف هو غياب المعلومات من مصر. ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم موافاة الأجهزة المصرية الأمنية بتفاصيل بشأنها، هو علامة استفهام لابد أن تطرح أيضا. فنحن الطرف الأكثر اتصالا بهذا الموضوع، وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة على المستوى الفني يكون قد تم موافاتنا بها على المستوى الفني بدلا من أن تطلق في الساحة الإعلامية. فقط تصريحات مقتضبة من وزير الخارجية المصري، أما العالم كله بسياسييه وخبرائه وتقنيه كانوا يتحدثون ويدلون بدلوهم في مساحات واسعة. We don't know the exact intelligence that's been communicated to the Kremlin by the US and the United Kingdom, but we know such a transmission of intelligence and exchange has taken place because I was told that that happened. Vladimir Putin's own spokesman, Dmitry Peskov, a few hours ago. Certain information has been passed on, he said, and it was passed on before the decision was made to suspend these flights. أصبح مطار شرم الشيخ والإجراءات الأمنية فيه هو محط اهتمام كل المراسلين العالميين. CNN was given a tour of the inner bowels of the Sharm el-Sheikh International Airport. It's here that we see part of the luggage screening process. One by one, the bags come down, ready to be scanned. Not British passengers going to Sharm el-Sheikh, but they'll be flying to Sharm to bring people back. And then, of course, we aim, working with the Egyptians, to put in place the security measures that are necessary for the long term so we can restart flights between Britain and Sharm el-Sheikh. ساعات وساعات من التغطية على التلفزيونات الغربية امتلأت بكل شيء إلا وجهة النظر المصرية، أو على الأقل انتظار واحترام واعتبار للنتائج النهائية للتحقيقات. تغطية متسارعة اتجاه واحد، ما فيهاش حتى أي نسبة للاحتمالية. أنا هقول لحضرتك على حاجة سيد مني فخر عن النور. تعرف الأجانب الخواجات دايماً إيه؟ مش بس في حوادث الطيران، يعني مش أي حادث الطيران هم كانوا قاطعين في النتيجة بتاعتها دي بهذه السرعة زي ما حصل في حادث الطيارة دي. يعني في 2015 يمكن أكتر من 15 حادث طيران حصلت، ولا واحدة فيهم كانت بعد أيام فيه اللغة الحاسمة والقاطعة دي. أنا شفت خبير طيران على قناة أمريكية، المذيعة سألته إذا كان بدرجة 100، تعتقد بدرجة 100% إن هي كانت يعني انفجار لقنبلة؟ قال لها أعتقد 100% إنه انفجار لشيء أشبه بالقنبلة. القطعية دي عامة مش موجودة في الخطاب بتاعهم، يعني مش متعودين يقول لك إيه 100%، دي مش موجودة. ليه موجودة في الخطاب ده؟ ليه موجودة في الحادثة دي؟ يعني عاوزة تقولي في تحامل؟ أنا موافق، مش دي القضية. أنا يجب أن أتعامل مع المشكلة على أساس أن كل الاحتمالات واردة. لازم أتعامل مع احتمال القنبلة، لازم أتعامل مع احتمال العطل الفني، لازم أتعامل مع كل الاحتمالات. يعني أنا لازم أتعامل مع وسائل الإعلام العالمية ومع الرأي العام العالمي، أصور أدي صورة مشرقة لمصر.
مصر الفنية، مصر الاقتصادية، مصر التاريخية، مصر يعني مش ضروري مصر السياحية بالتحديد. لما مصر تكون صورتها جميلة في ذهن وفي يعني صورتها حلوة ناس هتجيلك. طيب حضرتك اتكلمت على روسيا وأوروبا الشرقية، قلت المنطقة الثانية المنطقة الثانية الدول العربية. هي المنطقة العربية للأسف تسويقنا السياحي فيها ضعيف جدا، ونستطيع أن نجذب السياحة العربية إلى مصر بمنتهى السهولة باستخدام القوة الناعمة المصرية. وبعدين بحل مشكلات، عندنا مشكلات، مشكلة تأشيرات الدخول لبعض المواطنين العرب زي مثلا يعني. دول زي مثلا دول المغرب العربي من إجراءات التأشيرة مش سهلة، لا صعبة جدا، صعبة جدا. يعني طيب الناس دايما حوادث الطيران مفزعة في العالم كله بغض النظر عن أسبابها، وبتخلي الناس دايما تراجع رحلتها. حادثة الطيران المرة دي مرتبطة بالسياحة أكتر ما هي بالنقل، يعني صح. مش فكرة انتقال، لا ده السياحة، يعني الناس بيقضوا أجازة. في بعض الأفكار وأنا عايز أسأل حضرتك فيها، في ناس بتقترح بتقول عشان احنا في مشاكل الطيران وفي مشاكل السياحه يبقى في ضم لوزارات السياحه والطيران المدني. طبعا حضرتك مؤيد للفكره دي؟ طبعا ومصر يعني عملت التجربه دي، وكان الله يمسيه بالخير فؤاد بن سلطان وزير سياحه وطيران في الثمانينات. في الثمانينات كان وزير سياحه وطيران مدني، والحقيقه كان يعني ليه شايف حضرتك ايه ايجابيات انه تبقى هي وزاره واحده للسياحه والطيران المدني؟ لا لانه التنسيق يعني انت في حاجه ما تقدرش يكون عندك سياحه في مصر بدون ما يكون عندك طيران بيخدم المطارات المصريه. هتنقلي الناس ازاي بدون طيران؟ يعني ما انتيش في فرنسا او في اسبانيا والناس بتجيلك بعربيات من دول المجاوره. الجزء الأكبر من السياح بيجوا من خلال رحلات الطيران. الجزء الأكبر من السياح مصر جايين بالطيران مش فلازم بتطلق. التنسيق ما بين الطيران والسياحة يكون تنسيق كامل وضم الوزارتين على بعض. أعتقد إنه أو أن يكون في نائب رئيس وزراء يشرف على مجموعة من الوزارات بما فيها بقى بما فيها السياحة والطيران المدني والآثار والأثار. تبقى مجموعة وزارية بين نائب رئيس وزراء هو اللي بينسق بقى ده مهم البلد زي مصر. طيب سؤالي الأخير سيد منير فخري عبد النور، بالخبرة اللي لها علاقة بمجال السياحة والخبرة اللي لها علاقة بمجال السياسة، شايف إنه عنق الزجاجة من أزمة شرم الشيخ ممكن ياخد وقت قد إيه؟ ده ممكن يتحل وبسرعة، وبقولها وأنا متفائل جدا، لو تحركنا بسرعة، لو تحركنا بسرعة من خلال التسويق، من خلال التواصل، من خلال الإقناع، ودي أهم حاجة، إقناع الدول المختلفة بقدرة مصر على حفظ أمن السياح. وده مربط الفرد. ما قلتش في اي حاجه بحضرتك قلتها نتائج التحقيقات، مش شايف انا ماليش دعوه بنتائج التحقيقات، ممكن نتائج التحقيقات تطلع بعد سنه، انا هستنى السنه دي. انا بتعامل مع كل الاحتمالات وحواجه كل الاحتمالات فنيه كانت او غير فنيه. حضرتك مش شايف الخطوات المتواليه، شايف توازي، وكل خطوه لازم تبقى مره واحده وبكثافه وباصرار وبعنف يعني، وعدم انتظار النتيجه للتحقيقات الفنيه. على فكره التحقيق الفني ممكن ياخد 6 أشهر او سنين او سنين أحيان. استنى انا سنين عقبال ما احل المشكله. لازم احل المشكله النهارده. على فكره للاسف الموسم اللي كنا مقبلين عليه كان يبدو عليه ممتاز، وكنا مستهدفين 9 مليون سائح، وكان في وزارة السياحة مؤملين انه نتعدى هذا الهدف. ما نضيعش وقت.
ما نضيعش وقت، نتحرك نروح روسيا، نسوق في العالم العربي، نقلع العالم العربي، ندعو الأجهزة الأمنية لمراجعة، لمساعدتنا، بلاش لمراجعة، لمساعدتنا على وضع على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمان في كل مكان. وعلى فكرة هنكسب، هنتحمل مسؤولية مشتركة، هنساعد بعض، وده هو الهدف من التجارة الدولية وتصدير الخدمة السياحية. مرة ثانية سيد مدير فخري عبد النور ما كانش حاطط في خطته أبدا أنه يتحدث أو يتواصل مع الإعلام بعد خروجه من الوزارة كفترة استراحة والتقاط أنفاس، ولولا حادث الطائرة وما له من أثر علينا جميعا، أثر نفسي واقتصادي ووطني، ما كان ليتحدث بهذه السرعة. بشكرك شكر جزيل. أنا بشكرك. سيد مدير فخري عبد النور. مصر هي مفتاح العالم، نبقى كلنا في مركب واحد. انا شخصيا مش متفاجئ بيه، كان مقصود في المقام الاول روسيا وبوتين، مش عارف هيرجع تاني ولا لا. واجعني قوي انه الاوبرا تكون موجوده في القاهره فقط. كلنا بنحس وبنعرف وبنفرق القضيه، من الذي يصمد ويظل واقف على رجليه؟ مصر العروبه، مصر ام الدنيا اللي محدش هيقدر عليها.